على وقع نزاعات وصراعات إقليمية تشكل شبه جزيرة القرم منذ القدم أهمية استراتيجية ملحة دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استعادتها عام 2014 إثر استفتاء شعبي لم يعترف المجتمع الدولي بنتائجه. أما ألاسكا فحكايتها تعود جذورها إلى ستينيات القرن التاسع عشر، حيث عانت الإمبراطورية الروسية من ضائقة مالية خانقة عقب نهاية حرب القرم. تزايدت مخاوف القيصر الروسي ألكسندر الثاني حول مصير هذه المنطقة، حيث كانت تقع في أقصى شرق الإمبراطورية وتوجد على قارة أخرى، ويصعب على الجيش الروسي مهمة الدفاع عنها في أي حرب مستقبلية أمام الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمبراطورية البريطانية المتمركزة بقوة في كندا. وفي صفقة يصفها الباحثون بالحمقاء اشترتها واشنطن بنحو 7 ملايين دولار لتصبح ولاية أمريكية. وعلى غرار ما حصل لاستعادة روسيا لجزيرة القرم، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وثيقة وصف فيها عملية بيع ألاسكا للولايات المتحدة قبل 150 عاماً بالأمر غير القانوني، خطوة أثارت زوبعة من الجدل لأن ذلك قد يعني بداية طلب إعادتها إلى الأراضي الروسية، وهو أمر يرى المراقبون في تبعاته إن حصل تدميراً كاملاً لكوكب الأرض.